بعد ما فعلنا البليس كنترول بانل، دلوقتي هنبتدي نتعلم ازاي نشتغل على البليس كنترول بانل، وهي اللي احنا هنشتغل عليها فيما بعد على طول. دلوقتي هندخل على البليس كنترول بانل. هندخل على البليس كنترول بانل ازاي؟ هنا هنلاقي اللينك اللي دخلنا على الكنترول بانل البليسك، هنعمل كليك عليها وهيفتح لنا صفحه يطلب منا الباسورد اليوزر نيم. اليوزر نيم دايما بيبقى ادمن، هو كاتب لك هنا ان الادمن يوزر نيم كلمه ادمن، والباسورد هي الانيشال باسورد اللي موجوده هنا. يبقى دي الباسورد، ده اليوزر نيم ادمن، وهنا اللينك اللي دخلنا على البليس كنترول بانل هنعمل كليك عليه هيفتح لنا البليس كنترول بانل. لو انت البراوزر بتاعك انت داخل عليها قبل كده ومسافر الباسورد اليوزر نيم، مش هيطلب منك ويدخلك على البليس كنترول بانل على طول زي ما حصل معايا. بالنسبه لك هيطلع لك شاشه ويقول لك دخل لي اليوزر نيم والباسورد. هتدخل اليوزر نيم كلمه ادمن والباسورد الانيشال باسورد اللي شفناها في الصفحه اللي فاتت، وتضغط لوجن ويدخلك على الصفحه اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. طيب اقدر اعمل ايه من البليس كنترول بانل؟ اقدر اعمل كل حاجه، بدايه من انشاء حساب عميل جديد واضافه دومين ليه. طيب كلنا دلوقتي هنتخيل ان انا جالي عميل اسمه احمد وبيقول لي ان انا عايز اعمل موقع واستضيفه عندك. هنعمل ايه؟ اول حاجه هندخل على كلاينتس، كلاينتس، ونعمل كليك على كلاينتس علشان ابتدي انشئ حساب للعميل احمد عندي. فيما بعد احمد ممكن يشتري مني موقع واثنين وثلاثه واربعه كده، انا بفتح حساب للعميل اللي اسمه احمد. كده فتح لي صفحة العملاء عندي. طبعا انا ما عنديش عملاء، نو كلاينتس، انا ما عنديش عملاء. هعمل كريت لعميل جديد، كريت كلاينت اكونت علشان افتح حساب للعميل احمد. دلوقتي فتح لي الصفحة اللي من خلالها اقدر ادخل بيانات العميل الجديد عندي. كومباني نيم، لو العميل ده شركة بكتب اسم الشركة. لو العميل ده مش شركة بسيبها فاضية. الكونتاكت نيم، اسم العميل ليكن اسمه احمد. اللوجن، الباسورد بتاعه، الباسورد بتاع العميل علشان العميل يقدر يدخل على الكنترول بانل. طب هتقول لي ايه والكنترول بانل بتاع العميل؟ هتبقى هي بليسك برضو، يعني اللينكه دي بعد ما انت تعمل كرييت لعميل جديد بتبعت له اللينكه بتاع البليسك كنترول بانل. ما تقلقش لان انت عامل له يوزر نيم وباسورد، انت الادمن والباسورد بتاعك اللي عندك. لما انت بتدخل بتلاقي شكل، لما هو بيدخل بيلاقي حاجه ثانيه ليميتد، محدودة قوي بالنسبة له، يعني يقدر يتعامل مع الهوستنج بتاعه هو بس. لوجن وليكن مثلا احمد اكونت، مثلا اليوزر نيم بتاعه اسمه احمد اكونت، الباسورد بتاعه بكتب الباسورد مرة تانية، تمام، ودي المعلومات دي هي اللي انا ببعتها له. بعد كده رقم التليفون بتاعه والفاكس والايميل، كل المعلومات دي طبعا بدخلها، وبختار بلده منين وليكن ايجيبت مثلا، وبكتب هنا كل بياناته وبضغط نيكست. تمام، طيب كده انا هدخل الحاجات الخاصه بالعميل احمد. هنسيب اول اوبشن ده موجود زي ما هو، الديسك سبيس، الديسك سبيس اند ترافيك. انا هدي لاحمد ده مساحه من السيرفر عندي قد ايه؟ هدي لاحمد مثلا 500 ميجا، يبقى كده احمد هياخد 500 ميجا. طبعا لو انا ضغطت انليمتد يبقى انا هديله كل المساحه، يعني هو هيبقى متحكم ان هو ياخد اي مساحه تعجبه. طبعا مش هديله انليمتد، انا هدي لاحمد هوستنج 500 ميجا. طب والترافيك بتاعه قد ايه؟ الترافيك بتاعه مثلا ممكن اخليه 5 جيجا مثلا، يبقى اديله 500 ميجا والترافيك بتاعه 5 ميجا. طب انت عايز احمد يعمل استضافه لكام دومين عنده؟ يعني انا ممكن اخلي احمد يعمل استضافه لموقع او 2 او 3 او 4 او 10 براحتي. هنا الديفولت 20، لا انا هخلي احمد يعمل استضافه لاقصى حد عنده 3 مواقع بس، يعني احمد ممكن يستضيف 3 مواقع على المساحه اللي انا هديها له اللي هي ال 500 ميجا. طب عايز احمد يعمل كام ايميل ادرس؟ 100. انت عايز تغيرها مثلا؟ لا هخلي احمد يعمل 10 ايميلات بس. تمام، بتقدر تغير كل اللي انت عايزه. احمد يعمل كام داتابيز؟ في 10، ماشي مفيش مشكله خليهم 10 داتابيز. عايز احمد يستخدم الجافا ابلكيشنز يبقى عنده كام جافا ابلكيشنز؟ هو عاملها هنا 3، انت عايز تغيرها ماشي، عايز تسيبها 3 زي ما هي ماشي. طيب بعد كده الفاليديتي بيريود، احمد ده اشترك عندي سنه ولا 2 ولا 3 ولا 4؟ هو بيفترض هنا سنه، يعني انا مثلا يوم 29 ابريل 2010 هو هيخليها لحد 29 ابريل 2011. لو احمد جه
يوم 29 ابريل 2011 ما دفع لكش الفلوس علشان تجدد له، اوتوماتيك حسابه بيتكنسل من عندك. طب افرض احمد جاء دفع لك فلوس سنتين مرة واحدة، يبقى 2012 وهكذا، وبتضغط نيكست. هنا بيديك بعض الاوبشنز اللي ممكن تشيل الاوبشن اللي انت مش عايز تديه لاحمد، او تسيبه موجود. ايا كان الافضل ان احنا نسيب كل الاوبشنز دي موجودة زي ما هي ونضغط نيكست، ما نغيرش فيها حاجة. طبعا بيسألك عن الاي بي ادرس بتاع احمد، وهو هيكون الاي بي ادرس بتاع السيرفر عندك، خلي دي موجودة زي ما هي ما تغيرهاش. وتعمل فينش كده، خلاص بالفعل بقى عندك كلاينت اسمه احمد، ودي الكنترول بانل بتاع احمد. يقدر احمد يعمل لوجن بالباسورد اليوزر نيم اللي انت كريتها له، ويقدر يحط 3 مواقع زي ما انت حددت له. يعني انت حددت لاحمد ان هو يقدر يستضيف 3 مواقع، يبقى كده العميل احمد جه اشترى منك 3 مواقع ودفع لك ايجار سنتين. هنتعلم في الدرس الجاي ان شاء الله ازاي انت نفسك او احمد، يعني ايكما هيقدر يدخل على الكنترول بانل دي. احمد يقدر يدخل بالباسورد يوزر نيم اللي انت حددتها له، مجرد ما تدي له الاي بي او اللينك بتاع الكنترول بانل بليسك بتاعك، او انت نفسك تقدر تدخل تضيف لاحمد دومين جديد، او بمعنى صح تنشئ له ويب سايت. طبعا لو انت عايز تعمل احمد حاليا الاستيتس بتاعه اكتيف، لو اي مشكله حصلت بينك وبين احمد، ما دفعلكش فلوس مثلا او ما جددش معاك، بتضغط على سسبند يروح واقف حساب احمد، وبيقول لك هنا الديسك سبيس للعميل احمد 500 جيجا فري من 500 ميجا فري من 500 ميجا، يعني انت مديله 500 ميجا هو لسه ما استخدمش منهم حاجه. طبعا كل ما يستخدمهم المساحه دي هتقل. طبعا بعد كده بيقول لك ان الترافيك بتاع احمد 4.9 جيجا بالنسبه للترافيك باندويتز بتاعه. طبعا الدومينز احمد لسه ما حطش دومينز، والايميلز لسه ما كريتش ايميلات. هنعرف ان شاء الله الدرس الجاي ازاي اضيف دومين، وده هيبقى اخر درس. والدرسين دول اللي هو اضافه عميل واضافه دومين هما يعتبروا اهم درسين في الكورس بتاعنا، لان هما اللي من خلالهم هتشتغل على طول. يعني كل ما عميل يجي لك هتعمل نفس ما عملنا في الدرس ده، وكل ما تحب تضيف موقع هتضيفه زي ما هتشوف ان شاء الله في الدرس الجاي. خليك معانا الدرس الجاي لانه مهم جدا، وهو اضافة دومين جديد، او بمعنى صح اضافة موقع جديد على السيرفر بتاعك.